مرحبا. الكثبان الهلالية تسمت بها الاسم بسبب شكلها الهلالي، فهي نوع من أنواع الكثبان الرملية. تظهر الكثبان الهلالية بعدد من الأماكن الصحراوية وبمنطقة تركستان تحديداً، وبتلعب الرياح دور كبير بظهورها مثل الأنواع الثانية من الكثبان الرملية. فالرياح بهيك حالة بتهب من ناحية واحدة أو جهة واحدة. تتشكل الكثبان الهلالية بظل بيئة ملائمة لها من حيث الكميات الضخمة من الرمال والمناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون صيفي معتدل بين الصحوة الغائم جزئياً بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لو توزخت محلياً من المطر على المناطق الساحلية، وعم يبقى سديمة بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فبعد أدنى من معدلاتها بحوالي درجتين لثلاث درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح فعم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، ترافقها هبات نشطة أحياناً، سرعة عم توصل لـ40 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 60% و90%. أما البحر فعم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 26 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يكون طقسنا غائم جزئيا ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 15 و31 درجة. أما كيف عم يكون الجو لأهم المدن والمناطق السورية بالسويدة بالمنطقة الجنوبية، عم يكون الجو غائم جزئيا ودرجات الحرارة بدرعة بين 17 و29 درجة، وبالقنيطرة الطقس عم بيكون ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 15 و28 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحلب حما عم بيكون الطقس غائم جزئيا أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 18 و30 درجة. أما كيف عم يكون الجو على الساحل بطرطوس واللاذقية رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار مثل ما حكينا بالبداية، ودرجات الحرارة باللاذقية عم توصل لـ 27 درجة، وبلواء اسكندرون نفس الشيء. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون بشكل عام غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 18 و28 درجة بإدلب، وبحلب درجات الحرارة عم توصل لـ30 درجة. أما أخيرا بالمنطقة الشرقية رح ننتقل سوا لنشوف طقس كيف عم بيكون. عم بيكون سديمي بالرقة، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 21 و34 درجة، وبالحسكة درجات الحرارة عم توصل لـ33، والطقس عم بيكون غائم جزئيا. أما أخيراً بدير الزور درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 23، العليا 36 درجة، وطقسنا عم بيكون سديمي حار. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.